الإضافي على نهاية الوقت البديل، ودائما النتيجة واحدة من أجل تونس. إيريكو توغو يوقف اللعب، يرجع من جديد للدفاع، إصابة وطلب الإسعاف. شال سلامات اللاعب، يبدو أنه سقط سقوط اللاعب المدافع الأيمن بالقميص رقم 15 اللاعب كاتوكوري. كاتوكوري هو الذي أصيب، وطبعا الهدوء مطلوب. الحضور التونسي الدكتور سؤال شملي جاء طبعا للنجدة لإعطاء ومد يد المساعدة، مشكور، هذا واجب طبعا طبي لا نشك في ذلك، لكن مهم جدا يسترجع أنفاسه اللاعب الدكتور سؤال شملي طبيب المنتخب. سرعة كبيرة في مد يد المساعدة للمدافع الأيمن كاتوكوري. شكرا يا دكتور، أكيد أكبر ربما اعتزاز لما يقع إنقاذ حياة يعني لاعب أو إنسان في لحظات حرجة. مهنة الطب مهنة رائعة وشريفة نبيلة. سيونيا إيريكو توغو مشاهدينا الكرام بعد اللحظات كات